لو الحكاية فيها إن فيتو جزء من الدائرة اللي أنا بمثلها. حتى لو أنا مش كلمة عادي، كان أول قرار أخذه إن المقر يتفتح في دور أول. حتى لو اتقال إن المعادي حيراقي، هم عندهم مشاكل، بس أنا عارف إن المشاكل هنا أكثر. لما نيجي نتكلم باختصار عن المرحلة اللي فاتت، الشعب المصري مر بمرحلة كبيرة جدا على مدار السنين اللي فاتت، ما بين ثورتين الشعب كان هو صاحب القرار، وبعد كده استحقاقات الشعب هو كان صاحب القرار، سواء الدستور أو اختيار الرئيس اللي احنا كنا عايزينه. معنى كده ان الشعب هو صاحب القرار، وانا جوه دائرتي انتوا صاحب القرار. وحتكون زكريا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. مشكور. وهو كابتن زكريا ناصف يتفضل يرد كلمة لجماهيره ومحبينه. ومعانا الأستاذ كابتن زكريا ناصف. شرفنا كابتن. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل ما اتكلم اسمحوا لي اطلب منكم حضور دقيقة حداد على كل شهداء مصر، سواء الجيش او الشرطه او الشعب المصري كله، شهداء الابرياء اللي ضحوا فعلا عشان